التمرين اللي عملناه امبارح بتاع فلاشر، وقلنا ممكن نغير زمن الفلاشر صح؟ بشرط ان احنا لو هنخلي ده يشتغل 100 مللي سكند وده 100 مللي سكند يبقى هيفصلوا الاثنين بعد قد ايه؟ فاضطرينا ندخل ال 100 وندخل ال 200 صح؟ عايزين العامل اللي بيكتب القيمه هو مش في دماغه، هو مش عامل برنامج، هو كل اللي هيكتبه هيقول له ايه؟ هيقول ان هو عايز يعمل فلاشر لمده 100 مللي سكند صح؟ اوتوماتيك البي ال سي ياخد القيمه ويضربها في 2 ويعتبرها ده، يعتبرها ده الزمن الكلي بتاع الاثنين لمبتين مع بعض صح؟ يضربها في 2 يعني ايه؟ يعني ايكويشن معادله تمام. هرسم هو هو البرنامج بتاع امبارح، في مفتاح هندوس عليه مثلا الاي 1.2 اقل من او يساوي انتجر تي 32 كذا تي 32 طن اي حاجه. لما يكون الاي 1.2 مندس عليه والرينج اقل من كذا، هنشوف ايه كذا ده عشان لسه نغيره، يشغل اول لمبه. لو الرينج اكتر من كذا شغل تاني لمبه. كان ده البرنامج كذا، ده رقم انا هغيره وانا شغال عن طريق الشاشه مثلا. ما هي الشاشه انت كده بتدخل القيمه على ميموري اوكي. لو قفلنا الاي 0.1 هيروح عامل موف مثلا، ولا نعملها بطريقه حلوه كانه شاشه بجد بدل الموف. مش انتوا فاهمين الموف؟ انت هتدخل قيمه على الفي وورد 0. لو كتبت على الفي وورد 0 100 اللي هي 100 مللي سكند، هو اوتوماتيك يكتب هنا 100 وهنا 100 وهنا 200 تمام؟ ها من نفسه لوحده، هنشوف ازاي دلوقتي. دي هتبقى اكيد مين الميموري اللي هنا؟ اللي هي في وورد 0، هو بيكتب على في وورد 0 100 تظهر هنا 100. في وورد 0 في وورد 0 في وورد 500 حتى زي ما احنا عايزين. ها في وورد 4 مثلا. انا ممكن اقول له ايه؟ لما دخلنا القيمه على الفي وورد 0 ادخلها ب 100 جت هنا. بشرط 24 ساعة صح؟ القيمة اللي تجي لك اللي هي ان 1 ان 2 اضرب في 2 الفي وورد 0 وابعتها على مين؟ في وورد 4. دي عملية مالتبليكيشن نوعها انتجر، لانه هياخد قيمة على وورد يوديها على حاجة تتعامل مع التايمر والتايمر شغال انتجر. يبقى كده معناها الرقم اللي انت هتكتبه هو هيضعفه، يعني خليت دي 100 هتلاقي 100 وكل 200 بيفصله، خليتها ثانيه هتبقى ثانيه وكل ثانيتين بيفصله، خليتها 5 ثواني هتبقى 5 ثواني وكل 10 ثواني يفصله. اوكي؟ لان هو خد القيمه ضربها في 2 وبعتها على الفي وورد 4. على الشاشه هو الشاشه في حاله الشاشه هو ده البرنامج، مش هيتغير فيه مليم واحد. الحاجه الوحيده انك هتيجي على الشاشه وتقول له الحته دي اسمها ايه؟ فين؟ في وورد 0. بس ده يعني دي الحاجه الوحيده. هتيجي على الشاشه وتقول له شوف الحته اللي انت عايزها في اي حته في الشاشه وسميها في وورد 0. فلما تكتب تقف عليها هيروح فاتح لك الكيبورد اوتوماتيك، ده اوبشن في الشاشه. تكتب الرقم انتر يبقى بعت على مين؟ كانك عملت رايت اول، بعته على البي ال سي، والبي ال سي لما بيجي له في وورد 0 بيضربها في 2. اوكي؟ في مشكله في البرنامج ده. ايه هي؟ كان المفروض نتكلم عنها امبارح بس ما حبيناش عشان الناس ما تتلخبطش. الفي وورد 0 قبل ما الراجل يقول له 100 كانت قيمتها كام؟ صفر. 2 في صفر بكام؟ صفر. يعني هنا مكتوب 0 0 0 صح؟ البرنامج ده بايظ مش صح، ما ينفعش يكون 0. اوكي؟ لانك معناها بتقول له 0 اقل من او بيساوي 0 او بيساويه. 0 اقل من او بيساوي 0 او بيساويه. ال 0 ما هو التايمر لسه ما اشتغلش، اكبر من او بيساوي 0 بيساويه، يعني كله ماله؟ كلوز صح؟ فمش صح. عشان كده عملوا صفحه في البي ال سي اسمها الداتا بلوك. صفحة الداتا بلوك فكرتها ايه؟ للأسف الفاريبل بطبيعته هو يعني هو غصب عنه الراجل مش غلطان، بطبيعته دايما قيمته في الأول هو مستني منك أنت القيمة، فأوتوماتيك بيدي نفسه رقم زيرو، بس أنا في بعض البرامج ما ينفعش يكون القيمة زيرو. تخيل لو أنت عندك مثلا حاجة بتقول له لما يكون بيساوي كذا اشتغل، طب ما أنت ما حطيتلوش قيمة فهو ففاهم إن أنت بتقول له لما يكون بيساوي كام؟ وهو كده كده من غير ما يشتغل هو بيساوي الصفر، فتلاقي المصنع مشى لوحده، الفرن فتح لوحده، المنتج خرج لوحده، المنتج دخل الفرن لوحده.
مع ان الفكره بس كان لسه يستنى حد يبعت له قيمه. فخلاص جوه الداتا بلوك شوف مين اللي مزعلك في ورد زيرو، تعالى جوه وقول له على فكره الفي ورد زيرو الزيرو بتاعه مش زيرو، الزيرو بتاعه انت عايزه كام؟ يعني يبدا من كام؟ اي حاجه. الطبيعي بتاع الفشل مثلا 100 هقول له 100. يعني لو انا ما دخلتلكش قيمه اعتبر الزيرو بتاعه كام؟ 100. لما ادخل لك قيمه اسمع كلامي 200 300 400 100 تاني 500 1000. اهم حاجه في البدايه خالص ما تعتبرش نفسك زيرو، اعتبر نفسك 100. اوكي؟ دي الحركه دي لازم تكون معموله. لو فتحت اي برنامج فيه شاشه، في الشاشات افرض العامل ما دخلش قيمه الدنيا بوظ. ليه في المصنع لما العامل بيدخل قيمه غلط تلاقيه عمل ريستارت للبي ال سي كله رجع زي ما كان؟ هو لما عمل ريستارت راح البي ال سي من اوتوماتيك رجع للقيمه اللي جوه الداتا بلوك، ومفروض انا عامل البرنامج فاهم انا عامل ايه، فحطيت له القيمه اللي هتخليه يشتغل صح، فيقول لك لما تعمل له ريستارت بيشتغل تاني صح. الفكره مش في الريستارت، الفكره لما عملت ريستارت رجع عرض الداتا بلوك تاني. اوكي؟ او داونلود رجع عرض الداتا بلوك تاني وهكذا. تمام؟ ارسم البرنامج وحط القيمه دي، حط القيمه اللي انت عايزها جوه الداتا بلوك. قبل ما ابعت له حاجه هتلاقيه ماشي على القيمه دي، ابعت له الرقم اللي انت عايزه هتلاقيه هو ظبط الارقام ومشي عليها. صفحه الداتا بلوك احنا خدنا صفحه البروجرام بلوك، تحتها السمبل تيبل خدناها، ستيتس تشارت خدناها، تحتها الداتا بلوك. اوكي؟ نلو جربوا دي اللي هي فلاشر بس بسبب متغير انت بتحطه. على ايه الداتا بلوك؟ عشان لما في عشان لو في زيرو في الاول يعني؟ اه ماشي بس ماشي ماشي صح. اسمه بسرعه عندكم على البي ال سي. سنة 2012 شهر 9 يوم 12 بالتحديد الساعة 1:05 دقايق و55 ثانية. عايزين تقول لهم يوم ايه في الأسبوع النهارده ايه؟ بالمرة أعرفها لكم يعني النهارده ايه؟ الأربع الحد 1 يبقى الاثنين 2 الأربع 4 يبقى الأربع 4 يبقى أقدر أقول له كده كوبي بيست في بايت كام؟ في بايت اللي بعديها يبقى كام؟ لا 6 بتاعت الملي سكند في بايت 7 ما تنساش. اه كده الاربعة بدأ الحد واحد الاثنين اثنين الثلاث ثلاثة الاربعة اربعة الخميس خمسة الجمعة ستة السبت سبعة كيو 0.1 كده كيو 0.1 هيشتغل بالظبط يوم الخميس الموافق 12/9/2012 الساعة 1:05 و55 ثانية بالظبط هيشتغل المدة دي دوت ده هو هيرعش انه بعد اول ما تبقى الساعه 1:05 و56 ثانية هيعمل عامل ايه؟ هيطفي صح؟ عشان كده بقول لك انا عمري ما هعمل برنامج بالمنظر ده، دي معناه ان هو بيشتغل لحظه. اوكي؟ دايما بنديها انترفال يعني نقول له مثلا شغل دوت مثلا دايما لو عندك مثلا مكانتين يعني دي شفناها في فودافون، فودافون اللي في اكتوبر عاملين كده عندهم اثنين شيلر بيشغل شيلر ده شهر وده شهر. هو لازم 24 ساعه تكون كل حاجه جو درجه حاجه مظبوط بيشغل ده شهر وده شهر خلاص معموله يناير ومارس ومايو يشتغل التكييف دوت فبراير وابريل وهكذا يشغل التكييف الثاني ممكن نحط الشهر ده بس لو عكسناها خدنا الكيو دوت على ميركا ورحنا نعكسه لو مال كروز اللي هو يقفل البنك ماشي ايه المشكله؟ عادي بس يعني ليه بقول لك ان انا عامل دوت ده اوفر زياده عن اللزوم؟ انا عمري ما هاجي برنامج واقول له شغله في 2012 بس افرض يعني ايه معلش افرض انا عملت له برنامج في ديسمبر يجي في يناير الاقي برنامج وقف باظ ملهاش معنى كيف زي ما انت عايز بقى ممكن اه يعني انت عايز انت شكلك عايز تبوظ برنامج مثلا معايا لا شغل ميركا وميركا لو عامل ايه؟ يفصل اه في امر في البي ال سي اسمه ستوب ممكن تقول له اول ما نيجي عند التاريخ ده تعمل البي ال سي وقف المصنع كله يوقف المصنع ده صاحب المصنع جات له جلطه على طول من اللي حصل اوكي ده المصنع كله وقف تمام في حقيقه بقى يعني في حقيقه مره معلش انا قلت لكم برنامج صعب صح كل اللي عامله ده غلط هو المبدا اه بس مش دي طريقه الكتابه خالص لان النقطه المهمه جدا هنا قال لك ان الكلوك في الاس 7200 مش شغال بالديسمال مين اللي قال لك ان 12 معناها 2012 و9 معناها سبتمبر و12 معناها 12 في الشهر و13 معناها الساعه 1 هو بيقرا كله على انه بي سي دي باينري كود ديسمال باينري كود ديسمال بي سي دي
بيقرا كله عن الموبايل وكده. اسمع اقول لك يعني ايه دلوقتي على السبوره، بس اللي عايز اقوله لك ان ده مش معاه 12 خالص، ودي مش 13 خالص، ودي مش 55 نهائيا، ده رقم ثاني خالص، رقم مختلف تماما. ايه هو كتبه بس يوم، يعني اوعى تفكر ان دوت هيقفل 12/9/2012، ده هيقفل في يوم ثاني خالص، لان هيفك الرقم ده بطريقته، فمش هيطلع 12 اللي احنا فاهمينه. يعني احنا كتبناها بنيه صافيه على انها ديسيمال 12، بس في الحقيقه دوت مش 12 اللي هي 12 يعني، يعني النهارده ده اما اجي نفكها هنطلع يوم ثاني خالص، هنشوف ازاي. كان حاجه عشان كده لازم ندرس حاجه اسمها الكونفرجنت تحولات. اوكي هناخدها حاجه من الاثنين، يا اما الله يكون في عونك لما تحب تقول له 2012 اقعد احسبها كده، 2012 دي بالنسبه لي انا، طب بالنسبه له هو بالبي سي دي اكتبها له ازاي؟ مثلا تكتبها له مثلا 2013 مثلا، انا بقول لكم خلاص تحطها له. يا اما اكتب اللي انت عايزه بس تستخدم كونفرجن عشان هو يفهم اللي هو عايزه، يبقى كده ريحت نفسك وريحته.